السلام عليكم. يا مرحبا ابو غالي، الله يحييهم. علومكم مساك طيبين. يا عسى ربي يحفظنا وياك بس. الموضوع اللي قلت لكم عنه امس اني بتكلم فيه اليوم، موضوع صار معي انا يا عبد الله مشلح قبل يمكن اول عام ما غلطان، رايح للمدعى حول مخيمنا، طلعت المخيم وجهي للمدعى وطالع مواتر جايه، والحركه هذه ما يسوونها الا لا كان قدامهم صيد. المهم مرات نبي نشوف فالهدد، وقفت طالعهم هم جايين. المهم ان اللي حصل شنو، طالع ولا نورس قدامهم قاعد يهدون عليه، اول طير ثاني طير ثانيهم قاعد يهدونهم من مسافه، وجايبهم هو النورس صغير ونشيط. المهم كل ما هذا قعد طير ارتفع مره ثانيه، هدوا عليه الطيور نزلته. المهم قدامي هدوا عليه تقريبا 4 طيور اذا ماني غلطان او 5، بعضهم في شيانتين ما يعرف انه ولا مهن رضيات، يعني شيانتين حذفوا وحده اشوف الوضع في من الموجودين الله يبيض وجيههم، يعني ابو مشلح اشوف هدوهم قدام يعني لهم النورس. قال يا ابو مشلح عندك شيء؟ قلت والله معي شيانه. قال عجل تهدى، بس عندنا في طير مدري طيرين بهدن. قلت ثبت خذ راحتكم، لا خلصتوا علموني. المهم يوم خلصوا هد يوم جيت بهد ولا واحد حذف طيره ويحول وشوي ارتفع النورس مره ثانيه ويحذفون طير ما لحقه صد. يجي هد قلت ما اقدر اهد في طير يطير، نزلوا الطير وانا هد عاد يبت فضل رب العالمين يعني لين خلصوا. سكت وحذفت الشهانه، نظرتها وشحتها الشيخ الله لا يضرها. النورس طبيعي لا كان في طير تحته يبي يرقع. المهم يوم اني حذفت الشهانه ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني تعرف مصيدها فضل الله كذا واحد. المهم قام ترقع يوم صارت فوقه حولت عليه، اول طقه اظن، ثاني طقه، الثالثه علقتها ونزلت فيه. توها نازل انا بعزله يعني هالشكل، ولا هم الله يبيضجهم والله ما هم يعني لا حد قال يعزل ولا قال اي شيء. يعني يوم حولت ونزلت انا من يعني نفسي معي حمام تضبط شغلي، من قال لك هدد ضبط اموري، حمام جنبي اللهم لك الحمد الشكر، شكرا يا حبيبي. المهم يوم نزلت الشارع وجهي ولا وقفوا اللي ما شاء الله الله يجزاهم خير، يعني الاغلب منهم يعني الله يبارك عسى الله يبارك منهم راضي، ولا واحد بينهم شلون انتهت وانت تنصح الناس تقول لهم لا تهدون على الناس تعلن على الناس شلون. انا طالع والله اني مستغرب، ترى عزلت النورس بفضل رب العالمين، اطالع عشان قلت انا اهد على منو هديته؟ قال انت هديت علي بنفسي، يعني انا شفت الرجال يعني ماخذها. قلت انا ما هديت ولا شيء عليك ولا شيء، انا أهل النورس محمد. قال أنا راع النورس ولا اللي موجودين اللي الله يبيض وجيههم، اثنين هم وثلاثة 100% هم يتابعونهم يعني مو وشرف لي والله. قال أقول اسكت وروح واحد منهم يجيب نورس يعطيه، قال هذا مكان نورسك عندك بعد شنو، هذا نورس ما مات. المهم صار موضوع أنا والله أني تضايقت قسما بالله، يعني على أي أساس لو أنا رايح عليك وما أنت مستفيد شيء؟ أنا ما عيل أنسى أني أعيل على أحد، والله ما أزكي حالي. أنا قلت أنا والله ما علت عليك، والله لو أدري إن الموضوع هذا فلا أوقف حتى عليك ولدي، ولكن اللي معاه اللي معاك يعني اثنين وهدوا قدامي، يعني لو ما يمنون ما يهدوا اثنين مثلا، يعني ولو إن هذا يصير مشكلة لو إنه يعني، ولكن هدوا الناس معاك بنفس المجموعة وجو كلموني الله يبيض وجيههم. وترى أقصاشن وأنا ترى عزلته يعني ما مات عشان تحزن، والله يبيض وجه اللي جاء وحذف عليك النورس بعد، ترى قصاه شنو هو يعني. ففي من الناس انا ادري يعني في يكون من الناس يعني هو 100% تابعني، لان اول ما جاء اعطاني السؤال اللي قلت لكم يعني لو ما تابعني ما قال. في الناس يعني يدور الزلم، اللهم لك الحمد والشكر، يا الله من فضلك سافت اني عيل هذا تشيلها من راسك. في موضوع بكره اذا الله حول الاشياء خلنا نشوكم احسن، ما بدك كثر سنابات، موضوع بكره على الامر هذا يعني فيه من الأمور يعني من فضل الله علي، والله مو يعني أزكي حالي فيه ولا شيء. فبإذن الله بكرة موضوع
واحتمال اللي بعده بعد موضوع واللي بعده موضوع مواضيع يعني صارت حصلت معايا أنا أخوك مو مشوف والله نبي نفيد ونستفيد ونستأنس ومنها نقزر لين يجينا الصفري الله يا رب يلحقنا خير ويتم إياكم الثبات على الدين هذا هو شيء والصحة والعافية إي والله هسه لا طلعت الختمة الله يحفظنا يا رب وفي مسلم ويبارك لنا ورزقنا ويجعلنا باب خير على جميع مسلم وغلق الشر اللهم آمين يلا شوفوا على خير السلام عليكم.